صباح الخير من السويداء مرة أخرى، صباح حناجر الرجال التي تصدح بالحرية لسوريا العظيمة، صباح البريق في أعين النساء الحالمات بغد أفضل لأبنائهن، صباح الأطفال زينة ساحات الثورة الحاضرين دوما تحت ظل أبائهم وفوق أكتافهم، صباح ساحة السير التي سار إليها القوم من كل حدب وصوب حتى أصبحت ساحة الكرامة ملتقاهم اليومي عند كل صباح ومساء، تتقاسم مع جارتها درعا جمال البدايات بكل ما فيها من لحظات الخوف والترقب والتكاتف واللهفة والأمل. وتشاركوا مع مدن الشمال والشرق السوري شعارات الثورة وأهازيجها وأغانيها ولافتاتها. هذا صباح جمعة جديد ينتظرها السوريون، هم على الموعد جميعا، يردد الشعب يريد إسقاط النظام. صباح الخير مشاهدين، أهلا بكم.